بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله. المحاضرة رقم 13، طبعا في هذه المحاضرة ما زلنا في المتتاليات تابع المتتاليات، طبعا ما زلنا في المتتاليات الحسابية. طيب، توقفنا في المحاضرة الماضية عند المثال لو عندي متتالية بالشكل التالي، أو كان مطلوب في المثال يقول لي أدخلي ثلاثة أوساط حسابية بين العددين 3 و 9. طيب، الحل كالتالي: الأوساط الحسابية مع العددين 3 و 9 هتكون بالشكل الآتي: A1 A2 A3 A4 A5. طبعا المقصود بالثلاثة الأوساط لي هذه الثلاثة الأوساط، والحد الأول A1 بثلاثة، وA5 تسعة. فاحنا نريد نوجد ايه؟ عاوزين نوجد المتتالية الحسابية التالية، صفحة 74 اللي تتابع الصفحات 74. طيب، فعندنا الحد الأول 3 والحد الخامس 9. طيب، بالتالي أستطيع أن أحسب الايه؟ هنحسب الايه؟ الدين. طبعا احنا في المحاضرة السابقة قلنا المتتالية الحسابية تعطى بهذا الشكل، او الحد النوني لها يعطى بهذا الشكل: an a1 زائد n minus 1 في d. هذا القانون اللي استخدمناه. طيب، فانا عندي مثلا هاخذ a5، عندي a5 ب 9، يعني الحد الأخير والحد الأول، هذا الحد الأول، الحد الأخير 9، الحد الأول 3، زائد إن، طبعا إن بـ5، لأن عندي عدد الحدود 1 2 3 4 5. طيب، يعني خلينا احنا نكتب، لو نريد نكتب، خلينا احنا نبدأ نكتب ايه؟ الصيغة 3 و 9 19. طيب، نكتب الصيغة. أنا عندي إن هنا بـ5، وبالتالي لو أعوض في الحد العام أكتب القرن، بعدين نعوض، حبقى A5 يساوي A1 زائد إن ماينس 1 الإن بـ5، بالتالي حيبقى عندي كم؟ 4 دي. طيب، طبعا هنا المعلوم لدي إيه؟ اللي هو معلوم الـ A5 والـ A1 اللي الحد الأخير 19 و A1 3 زائد 4 في دي. ومن هنا نستطيع نحسب قيمة إيه؟ الدين. من هنا نستطيع حساب الدين. حبدأ نقول 3 إلى الطرف الآخر، إذا حيدي لي إيه؟ أحط 3
تعالوا نقول مع بعض الثلاثة للطرف الآخر، هتبقى الأربعة دي. الثلاثة لما نقول للطرف الآخر هيبقى بإشارة سالبة، هيبقى 19 ماينس 3. إذا هذا يساوي 19 ماينس 3 هيدي لي كام؟ 16. وعندي هنا 4 دي، هقسم الطرفين على 4 واقسم هنا على ايه؟ على 4 عشان احصل على الدي. اذا الدي حيساوي كام؟ اذا الدي حيساوي 4. طيب في الحقيقة انا استطعت احصل على قيمة الدي من خلال ايش كان عندي المعلومات؟ المعلومات عندي الحد الاول والحد الاخير. الحد الاول اللي هو اي 1 والحد الاخير اي 5. طبعا ما دام الحد الاخير اي 5، الحد الاخير من هنا من المعطيات، المعطيات عندي اي 1 3 والحد الاخير ب 19 موجود في المساله. طيب فحعوض في القانون العام هو ان ب 5، ان هنا ب 5 تصير 4. عندي اي 5 معلوم، اي 1 معلوم، استطيع حسب الدين. الان استطيع استنتج الحدود اي 2 اي 3 و4، اعوض هنا في هذا القانون والدين معلوم عندي. اذا الان استطيع احسب الحدود، او مثلا اريد احسب الان، اريد احسب اي 2، اعوض هنا عن ان ب 2. الان لحساب الان حنحسب اي 2، اذا حروح معوض هنا ان ب 2، هيبقى اي 2 يساوي، يعني احط ان ب 2 اي 1، واحط هنا ان ب 2، 2 ماينص 1 يبقى لي ايه؟ دي اي 1 معروف ودي معروف، اذا هذا حيساوي ايه؟ اي 1 3، ودي حسبناها لسه حاسبينها، اذا اي 2 حيساوي كام؟ 7. اذا اي 2 حيساوي 7. بالمثل الان لما اجي احسب ايه؟ لما اجي احسب اي 3 حيبقى ايه؟ هعوض في هذا القانون ان ب 3، اذا حيبقى اعمل ان هنا ب 3، اي 1 زائد، واحط ان هنا ب 3، 3 ماينس 1 4، اذا يعطيني ايه؟ 4 في الدي. الدي بكم؟ 4، يعني حيبقى 4 في 4، حيبقى 4. ان هنا قلنا بكم؟ لا 3، اي 3 حيبقى عندي ايه؟ ان ب 3 ماشي، هنا 4 ماينس 3 لا ما ينفعش، لانه لابد يبقى ايه؟ فرق بين حدين متتاليين. طيب حيبقى اي 3، هذا يعطيني الحد العام، ماشي صح، هذا يعطيني الحد العام. إذا عشان أحسب الـ A 2 حيبقى A 2 ماينس A 1 يساوي D. ومن هنا نحصل على قيمة A 2. هنا برضه نفس الحكاية، A 3 حيبقى هنا إيه؟ المفروض A 2. وهنا D. إذا هذا حيساوي، أروح جايب A 2. إذا هنا فقط نحسب الـ الحد العام. هذا نحسب من الـ الحد العام. طيب. حيبقى عندي A 2. اي 2 عندي بكام؟ 7. اذا يبقى 7 زائد 4، اذا الاي 3 طبعا ممكن استخدم ايه بعد كذا، ايش تبقى معانا؟ اي 4، اي 4 حيبقى ايه؟ اي 4 ماينس اي 3 يساوي دي، او اقول ايه؟ A 4 يساوي A 3 زائد D، لأن احنا متولي الحسابية قلنا إيه؟ الفرق بين عددين متتاليين يساوي D، وبالتالي حيبقى A 4 يساوي 3 زائد D، A 5 وهكذا. إذا هذا حيساوي، خلوا احنا في الحدود اللي جوا، حيبقى هنا 11 زائد إيه؟ زائد 4 15، ومنها A 4 يساوي 15. طيب وبالتالي نكون حسبنا الايه؟ وبالتالي نكون حسبنا الحدود
الثلاثة الذي في الوسط. إذن بالتالي الـ A1، الـ A1 هو معلوم، الـ A2 لسه حاسبينها 7، الحين عندي إيه؟ 7. الـ A3 11، الـ A4 15، والحد الأخير اللي إيه؟ 19. بالفعل متوالية حسابية، الفرق بين كل حدين متتاليين حيبقى بي 4. إذا الفرق بين كل حدين متتاليين حيبقى كام؟ حيبقى 4. طيب أحيانا تأتيني أمثلة فيها معلومات برضه إيه؟ من خلالها أستطيع أوجد الحد العام. أحيانا نستطيع استنتاج الحد العام ببعض البيانات المعطاة. مثلا عندي مثال في هذا المثال كل متتالية حسابية، أو متتالية حسابية حدها الرابع حدها الرابع 13. ما أدري هل هي سالب أم حدها الرابع 13، و حدها العاشر 25. المطلوب أوجدي الحد العام، أوجد الحد العام، أوجدي حدها العام. الحل، طيب احنا في الحقيقة عندنا بعض المعلومات. طيب في البداية حنروح كاتبين أمامنا الحد العام يعطى بهذا القانون A1 بلس N ماينس 1 في D. هذا يعطيني إيه؟ الحد العام EN. طيب المعلومة أو المعطاة الأولى يقول لي حدها الرابع متتالية حسابية حدها الرابع يساوي 13. إذا حروح إيه؟ معوض هنا، حقول A4 أحط N بأربعة، A1، وهنا ححط 4 ناقص 1 3، 3 دي يساوي 13. إذا هذه أول معلومة، وحدها العاشر 25. إذا حقول A10 A1 10 ناقص 1 حدي لي كم؟ 9. حيبقى 9 دي أو يساوي 25. طيب بالتالي احنا في الحقيقة يهمنا ايه؟ حنحسب الـ A1 عشان أكتب الحد العام، لابد يكون عندي معلومة الـ A1 والدين. أنا في المعطيات هنا عندي إيش اللي معلوم؟ الحد الرابع والحد الإيه؟ العاشر فقط. طيب من هاتين المعادلتين نستطيع حساب، وإحنا تعلمنا في محاضرة سابقة كيف نوجد حل معادلتين، إما باستخدام الحذف أو باستخدام التعويض وهكذا. إذا أنا عندي هنا لدينا معادلتين والمجاهيل إيه؟ A1 والدين. طيب فأنا ممكن إيه؟ أستخدم الحل بالتعويض أو الحذف. طيب نجرب الحذف، نجمع معادلتين مع بعض، أو حقول إيه؟ خلوني أسمي ذي المعادلة 1 وهي المعادلة 2. لو قلت هذه المعادلة ناقص هذه المعادلة حيتحذف الـ A1. يعني لو قلنا المعادلة A1 ماينص 2، هذه المعادلة ناقص هذه المعادلة، تعالوا ننقص الطرف الأيسر من الطرف الأيسر والأيمن من الأيمن، حيبقى A1 ناقص A1 يجيب لي 0. بعد 3 دي ماينص 9 دي حيدي لي إيه؟ يعني حيبقى هو بهذا الشكل،
خلاص اي واحد ماينس اي واحد هذا حيبقى بصفر، وبعدين زائد 3 دي ماينس 9 دي، والطرف الأيمن هقول 13 ماينس 25. طبعا هنا خلاص احتذف الايه حيبقى ايه حيتلاشوا مع بعض، اذا تبقى معايا ايش الدي. الان نستطيع حساب الدي، ها 3 دي ماينس 9 دي، كنا حناخذ اشاره الاكبر كما تعلمنا في السابق، ناخذ اشاره الايه الاكبر، وبعد نقول الاكبر ناقص الاصغر، 9 ماينس 3 هيعطينا سالب 6 دي، طبعا هي دي. والطرف الايمن حنقول الاكبر ناقص الصغير، 25 ناقص 13 يدي لي ايه 7 و5 يدي لي 11، حيبقى ايه 5 ناقص 3 2 حيبقى 12، طبعا اشاره الكبير سالب. الان عشان احصل على الدي اقسم الطرفين على ايش؟ على سالب 6، اقسم هنا على سالب 6، سالب 6 على سالب 6 يروح ويبقى ايه دي، هنا سالب يروح مع سالب، 12 على 6 من كام؟ من 2. وبكذا حصلنا على قيمة الدين. حصلنا على قيمة الدين. أضع الدي في المعادلة دي أو في المعادلة دي أحصل على الـ A1. إذا كان نحن في المسألة راجعنا مرة أخرى، موضوع المعادلات. إذا أضع الدي، إذا نقول إيه؟ نعوض عن دي باثنين في المعادلة واحد مثلا، نحصل على، يلا تعالوا نعوض عن الدي باثنين في هذه المعادلة، حضع هنا دي باثنين في المعادلة واحد أو المعادلة اثنين، الإجابة كلها صحيحة. يلا إذا حيبقى إيه؟ إيه واحد زائد 3، وعوض هنا عن الايه؟ عن الدي اللي هي باثنين، والطرف الاخر 13. عوض تعويض مباشر. خلاص الان انقل الارقام في طرف اخر، طبعا حيبقى هنا اي 1 زائد 6 يساوي 13. انقل 6 للطرف الاخر باشاره ايه؟ سالبه، اذا الاي 1 حيساوي 13 ماينس 6، ومنه الاي 1 بكام؟ 4 و3 7، إذن الـ A1 بسبعة. إذن لدي إيه؟ لدينا الدي لسه حاسبينها، الدي باثنين والـ A1 بكام؟ 7، وبالتالي نستطيع نكتب إيه؟ الحد العام للمتتالية التي صفاتها كما قلنا قبل قليل. إذن الحد العام حرف معوض هنا احصل على الحد العام للمتتاليه المطلوبه. اذا AN هتساوي A1 اهي 7 زائدا N ماينس 1 في الدي اللي هي 2. بالتالي هذه مساله جيده في الحقيقه، لان ايه؟ حققنا فيها اكثر من هدف. هدف للمعلومات المتتالية، والهدف الثاني رجعنا للإيه؟ لأنظمة حل نظام من المعادلات. طيب ننتقل لعنوان آخر، برضو ما زلنا في المتوالية الحسابية، هننتقل لعنوان آخر. هذا العنوان اللي هو عبارة عن مجموع أول إن من حدود المتتالية الحسابية. يعني لما اريد مثلا مجموع مثلا 3 حدود، مجموع 4 حدود، مجموع 10 حدود، احسبها ازاي؟ باي شكل؟ حنحسبها من القانون التالي. اذا عنوان اخر هو مجموع اول ان حد من حدود المتتالية الحسابية. يعني مثلا ما أقول مجموع أول 3 حدود،
عاوزينها، مجموع أول 5 حدود، مجموع أول 10 حدود، وهكذا. ما هو القانون الذي يمكن من خلاله نجمعها؟ يعني مثلا هنكتب إيه؟ مثلا لدي إيه؟ الحدود التالية، هنستنتج القانون نكتبه مع بعض. A1 طبعا مهم جدا هو التطبيق، احنا نريد ايه التطبيق، لكن ايه مثلا عندي هذه الحدود، لما اقول مجموع اول 3 حدود حيبقى A1 زائد A2 زائد 3، مجموع اول 4 حدود حيبقى A1 زائد 2 زائد 3 A4. طب لما اقول مجموع اول ان حد او ان حد، عندي هنا ان حد، اذا حقول اس ان او يساوي مجموعها A1 زائد A2 زائد AN. طبعا هذا يعطيني مجموع الحدود هذه كامل لحد N، لكن احيانا ممكن نريد مجموع اول 3 حدود، مجموع اول 4 حدود، وهكذا. طيب احنا في الحقيقة نريد ايه؟ نستنتج. طبعا هذا يعني انا مش معقول هروح اشوف جميع الحدود، لكن اريد ايه بدلالة مثلا، مثلا عشان احصل على مثلا دلاله اول حد زائد اخر حد، استطيع احصل على مجموع مثلا اول 10 حدود، اول 5 حدود. فانا عندي اس ان مجموع هذه المتواليه الحسابيه، هذا مجموعها هجمعه اي واحد زائد الحدين. طيب بعدين هروح ايه اكتب اي واحد خلاص زائد A2 تساوي ايه؟ A1 زائد D، يعني الفرق بين A2 ناقص A1 تساوي D. A2 خلينا نكتبه بلون آخر، تساوي A1 زائد D. طيب برضو المتوالي اللي بعدها أو الحد اللي بعدها، مثلا لو كان عندي هنا A3 حيبقى A2 زائد D، بعدين أعوض عن A2 بA1 زائد D، يعطيني إيه؟ A1 زائد 2D، هذا اللي هو A3، وهكذا إلى حد إيه؟ إلى حد الحد الأخير اللي هو AN. AN إحنا خلاص عارفينها، AN اللي هو الحد النوني اللي هو A1 زائد N-1 في D. طيب طبعا استطيع ابسط هذه العباره، نلاحظ اي واحد موجود هنا موجود هنا موجود هنا موجود هنا، استطيع استبدل اي واحد لما اقول مثلا 3 زائد 3 زائد 3 يعطيني كم؟ 12. اذا اقدر اكتبها 3، لما اقول 3 زائد 3 زائد 3 يعطيني 9، بالتالي اقدر اقول 3 في 3. اذا هنا استطيع اقول ان في اي واحد، لان عندي اي واحد زائد اي واحد زائد اي واحد حيبقى ان اي واحد زائد الدي، هذا مشترك هنا اقدر اخذ الدي مشترك، فلما اخذ الدي مشترك من هنا يبقى 1، اخذه من هنا يبقى 2، وهكذا حيبقى عندي 2 زائد 3 زائد الى اخر حد هنا ايه ان ماينس 1. اذا اخذت انا الدي هنا مشترك. في الحقيقه احنا اللي نعمله الان عشان نستنتج القانون الذي حيعطي لي ايه مجموع اول ان حد. طبعا احنا نحاول نستوعب هذا، هو بسيط جدا. بعد كده يهمني الايه، يهمني التطبيق. طبعا عندي هنا ان اي واحد زائد ان دي، هذا المقدار نستطيع نستبدله بايه ب هذا عباره عن مفكوك لهذا المقدار ان في ان ماينس 1 على 2، يعني هذا المقدار حستبدله بهذه القيمه. طيب في الحقيقة أنا أستطيع أخذ هنا حاجات مشتركة بين الحد هذا والحد هذا، في عندي إيه مشترك الـ N، يعني أستطيع أطلع N مشترك، برضه حطلع النص مشترك، يعني حيبقى عندي N على 2 وخذ قوس. هنا أخذت N وأخذت نص مشترك، إذا حكتب هنا 2 A1، إذا حيبقى عندي هنا حيبقى عندي لما حأخذ ان طبعا ال A1 احنا ممكن نستبدله ب طيب خلوني في البدايه اخذ ان على 2، حيث بقى لي مثلا ايه 2
اي واحد، بحيث لو دخلت هذا المقدار يعطيني نفس، يعني لو دخلت هذه القيمة جوه يعطي لي ايه؟ حيوي 2 مع 2 يعطيني. طيب نشوف هنا ايش باقي معانا. هذه في ان ماينس واحد. طيب برضه في عندي هذا الحد، استطيع اكتبه 2 اي واحد على هيئة ايه؟ اي واحد، اي واحد زائدا اي واحد، هذا المقدار 2 اي واحد كتبته على مجموع اي واحد زائد اي واحد زائدا دي في ان ماينس واحد. خلاص انتهينا الان. في الحقيقة وصلنا الى الصيغة العامة، يعني انا يهمني كثير التطبيق، لكن حاولت اوضح لكم كيف حصلنا على هذا القانون. هذا الجزء في الحقيقة ما هو الا الايه؟ ما هو الا اي ان حد النوني. اذا حيبقى عندي اس ان يساوي ان على 2 في اي واحد زائدا اي ان. فهذه في الحقيقة الصيغة اللي يهمني منكم تطبقوها او تستخدموها. اذا عندي هنا اس ان ممكن اكتبها بهذا الشكل، ممكن اكتبها بهذا الشكل، ممكن بهذا الشكل. طيب ناخذ الان مثال ونطبق على هذه الصيغة. ناخذ مثال طيب، ما ادري هل زلتم معي، انتم معي ولا ها؟ تمام، يلا. في طالبة فقط اللي هنا. حناخذ مثال الان. ايوه تمام. اذا متتالية حسابية او متتالية حسابية حدها الاول، حدها الاول سالب 3 واساسها 4. المطلوب التالي: أوجدي مجموع أول 20 حد. أوجدي مجموع أول 20 حد، يعني عايزين مجموعة اي واحد زائد اي اثنين زائد ثلاثة اي اربعة لحد. فأنا عندي الصيغة دي حتعطيني ايه؟ مجموع أول 20 حد، لأنه مش معقول في المسائل ايه؟ أروح أخذ الحدود وأظل ايه؟ أجمع اي واحد وأروح أجمعهم، لا. أو باستخدام الصيغة السابقة في الحقيقة حتساعدنا كثير في طيب أنا عندي المعلومات الأولية إيه؟ متتالية حسابية حدها الأول سالب 3، إذا اي واحد يساوي سالب 3 وأساسها 4، إذا دي تساوي 4. المطلوب إيه؟ المطلوب إيجاد اس 20. طيب أروح أعوض. أنا عندي الصيغة أو القانون الذي يعطيني مجموع أول 20 حد اللي هو إيه؟ هكتبه مرة ثانية: اس ان تساوي ان على 2 في 2 اي واحد زائدا ان ماينس واحد في دي. طيب المعلومات كلها موجودة عندي، الاي واحد موجود، الدي موجود، والان ب 20، لانه قال عاوزين ايجاد مجموع اول 20 حد. اذا اس 20 اعوض هنا 20 على 2، 2 في اي واحد، اي واحد بسالب 3 زائدا ان ب 20 ماينس 1 والدي بكام؟ 4. خلاص انتهت المساله. لاحظوا مسائل بسيطه جدا، فقط ايه يكون القانون موجود عندنا في الذاكره. طبعا عشان يوجد في الذاكره بحلنا لما نحل مسائل كثيره حنلاقي انفسنا ايه؟ 20 على 2 من 10، وبعدين هنا سالب 3 في 2 يعطيني سالب 6، هنا 20 ماينس 1 19، يبقى 19 في ايه؟ في 4. خلاص يبقى عمليه حسابيه هيعطيني الناتج ايه؟ 700. أنا كتبت الناتج على طول وهكذا. أهو حصلنا على المجموع مباشرة،
يعني لو نريد يعني بالشكل الروتيني نروح نجمع، حقول اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة، اجلس اجمع 20 حد واحسب اي اثنين اي ثلاثة. طبعا انا استطيع احسب اي ثلاثة واي اربعة واي خمسة واي ستة واي سبعة واي ثمانية ابتداء من هنا، لكن حظل كم احسب؟ كم حظل احسب؟ حياخذ من وقتي ربع ساعة 20 دقيقة، لكن باستخدام هذه الصيغة في خلال 3 دقائق اكون ايه؟ حسبت الناتج. طيب ناخذ برضو مثال اخر، ماشي، خلو احنا نتدرب على امثله كثيره كلها على المتتاليه الحسابيه، تستاهل المتتاليه الحسابيه، مهمه جدا. طيب مثال اخر، قل لي ايه متتاليه حسابيه عدد حدودها، ما دام قلت عدد حدودها يعني الان عدد حدودها 16، حدها الاول، هذه كلها معطيات، حدها الاول 3 وحدها الاخير، يعني الحد الاخير اللي هو 16 اللي رقمه 16 وحدها الأخير 39، هذا كله معطى. المطلوب معطى، المطلوب احسبي مجموعها، طبعا مجموعها يعني حيبقى اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة زائد اي اربعة لحد 16. طيب نبدأ نكتب حقنا الايه المعلومات اللي موجودة في مسألتنا. عدد حدودها 16 يعني ان ب 16، يعني عندي عدد الحدود 16، اي واحد لا احد اي 16، الحد الاول 3 اذا اي واحد 3، الحد الاخير 39، طبعا الحد الاخير حيكون ايه اي 16، لانه قال لي ايه عدد الحدود 16، اذا يبدا من عند اي واحد اي 2. طيب المطلوب الان حساب المجموع، المطلوب حساب المجموع، اروح اعوض بالصيغه السابقه اللي اس اس ان يساوي ان على 2 اي 1 زائد، طبعا الحد اللي هنا استطيع اكتبه، لاحظوا القانون حكتبه بشكلين، لاحظوا معايا القانون السابق، اما اكتبه بهذا الشكل او اي 1 زائد ان اكتبه بهذا الشكل، كل الاجابات ايه صحيحه، يعني لو عندي المعلومات قابل الدي حكتب هذه الصيغة، لو قابل الحد الأول والدي حكتب هذه الصيغة، لكن لو قابل الحد الأول والحد الأخير حكتب هذه الصيغة، لأن حيبقى اي واحد زائد اي ان. يلا الآن عاود تعود مباشر، إذا اس 16 مجموع أول حد ان ب 16 على 2 8، الحد الأول 3، الحد الأخير ايه 39، ونحسب هذا المقدار حيعطيني كم؟ 363، 336، أنا أخذت الناتج مباشرة ما حسبتوش خلاص، لأنه الحسابات أصبح الجمع والطرح هنا، وبالتالي إحنا استخدمنا هذه الصيغة مرتين. طيب ناخذ كمان مثال اخر، ونكون بكذا ايه اعطينا المتتاليه الحسابيه حقها من الامثله. مثال اخر، مطلوب ان ايه اوجدي المجموع التالي، اوجدي المجموع الاتي، ايش المجموع؟ اهو summation مجموع ان من 1 الى 17 الى 12 5 ان ماينس 1. طيب هذا في الحقيقة المجموع حيمثل لي مجموعات متتالية حسابية، كم عدد حدودها؟ الحل حيمثل لي مجموع متتالية حسابية
عدد حدودها 12، أو هنا عدد الحدود، لأنه تبدأ من إن واحد إلى 12. إذا عندي عدد الحدود 12، يعني عندي إن بي 12، أو خلونا نقول عدد الحدود. يعني كان الأصل هذا نكتبه إيه؟ كي مثلا، حيكون التعبير أفضل، هذا كي. طيب إذا عدد الحدود عندي 12، لأنه لما أفك هذا العدد حيبقى كي بواحد، مرة زائد كذا زائد كذا لا حد 12. إذا عندي عدد الحدود 12، حدها الأول كم حيكون حدها الأول؟ ها كيف نحسب حدها الأول؟ لما أريد أحسب الحد الأول عندي حدها الأول. طب ليه 4؟ و ها ايش حدها الاول؟ احط كيب واحد عشان اعرف حدها الاول. اهو كيب واحد حيبقى 5 في 1 و5 ناقص 1 4. طب حدها الثاني احط كيب 2، حيبقى 2 في 5 10، 10 ناقص 1 9. لاحظوا انا اعمل كذا عشان ايه؟ احصل على الدي، احصل على الاساس. طيب حدها هذا الثاني، حدها الثالث حط كيب 3، حيبقى 5 في 3 15، 15 ناقص 1 14. لاحظوا لما اجي اخذ الفرق حيكون هنا ايه 5، اخذ الفرق هنا حيكون ايه 5. اذا الاساس، وعلى هذا المنوال اذا الاساس، اذا حنقول اساسها اللي يوديه حتبقى بكام؟ 5. إذا أنا عندي الحد الأول، خلاص الحد الأول اللي هو 4، إذا A1 تساوي 4. إذا لدي معلومات كافية عشان أوجد المجموع، عندي عدد الحدود، عندي الحد الأول، عندي الأساس، لأنه أنا عندي الإس إن، الإس إن أو مجموع أول إن حد، عندي هنا 12 حد، إنه يكون عندي موجود الـ A، الحد الأول والحد الأخير، أو ممكن الحد الأول والأساس. الحد الأول والأساس. طيب إذا S 12 مجموع هذه المتسلسلة حيبقى S 12، 12 على 2 N على 2، و حيبقى هنا عندي 2 في A1 اللي 4 زائدا N ماينس 1 اللي 12 ماينس 1 في الدي اللي هو الأساس. يعني هنا أنا كتبت استخدمت هذا القانون حسن، بس لما ذاك نكون عارفين إيه استخدمنا. أنا استخدمت اس ان يساوي ان على 2، 2 في اي 1 زائدا ان ماينس 1 في دي. إذن تطبيق للقانون تطبيق إيه مباشر، أحسب هذا الكلام حيعطي لي اس 12، وأحسبه أنتم بالآلة الحاسبة أهو اس 12، حكتبه مباشرة من الكتاب 3378. طيب نأخذ كمان آخر مثال على متتالية حسابية. في المثال الآتي حيطلب إيه؟ حيطلب مني عدد الحدود. في الحقيقة إحنا لما نتمرن على أكثر من مثال أو كذا حتبقى المسألة بسيطة، وحنستوعب قوانينها. يعني كل ما طبقنا امثله كثيره حنلاقي انفسنا ايه؟ او نجي للمساله من هنا من هنا. فمثلا عندي هنا يقول لي متتاليه او حسابيه حدها الاول، حدها الاول 6، وحدها الاخير 66، ومجموع حدودها 252. هذه كلها معطيات. ايش المطلوب؟ المطلوب التالي، اوجدي
أوجدي عدد حدودها. الحل إذن المطلوب أن احنا إيه؟ نكتب المعطيات حقنا. متتالي حسابية حدها الأول 6، وحدها الأخير يعني الـ AN 66، ومجموع حدودها 252 يعني الـ SN. مطلوب عدد حدودها يعني مطلوب الـ N، الـ N تساوي كم؟ إذن إحنا نروح نطبق فقط، يعني مسائل اليوم بسيطة في الحقيقة تعتمد على تطبيق للقوانين. فراح إحنا حنقول بما أن اس ان يساوي ان على 2، بما أن اس ان يساوي ان على 2، القانون اللي كتبناه قبل كذا اي 1 زائد، أحيانا نكتب اي ان صريح، نكتب اي 1 زائد ان ماينس 1 دي، وأحيانا نكتبه فقط اي ان. طيب اذا انا هعوض هنا في المعلومات الموجوده معايا في المساله اس ان اللي هو 252 هي موجوده هنا، يساوي ان اللي هي المطلوبه اي 1 اللي هو الحد الاول 6، اي ان اللي هو الحد الاخير اللي هي 66. من هنا نستطيع حساب قيمه الان. نبدا نبسط، هيبقى عندي حجمع هنا 2، حجمع هنا 6 زائد 66 هيعطي لي كم؟ 72. وابدأ بالاختصارات، ابدأ بالاختصارات، يعني اصبحت الآن مسألة هنا. ممكن هنا حنقسم 72 على 2، 72 على 2 هيعطيني كم؟ 36. 72 على 2 هيعطيني 36، هيبقى كده 36 ان. قسمت 72 على 2، والطرف الاخر هكتبه كما هو. الان هقسم الطرفين على 36، احصل على قيمه الان. ف 36 تروح مع 36، واقسم 252 على 7 هتعطيني ايه؟ على 36 حيعطيني ايه؟ 7. اذا عدد الحدود اهو ان تساوي ايه؟ تساوي 7. اذا حيبقى الاس ان اللي موجوده هنا تمثل اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4 زائد اي 5 زائد اي 6 زائد اي 7، حيبقى مجموع الايه؟ 7 الحدود. طيب وبكذا نكون ايه؟ عرضنا في الحقيقه، وضحنا جميع الامثله المتعلقة بالمتتالية الحسابية. طيب بعد كده حننتقل لمتتالية هامة جدا برضو حنعرفها ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، اللي هي الإيه؟ المتتالية المتتالية الهندسية. طيب عشان نفرق بين المتتاليات، المتتالية الحسابية كنا نقول الفرق بين عددين متتاليين ثابت، الفرق بالنسبة للهندسية لا، حنقول ايه؟ لما اقسم عددين متتاليين حيبقى هذه النسبة ثابتة، هذه النسبة ثابتة. إذا المتتالية الهندسية هي التي يكون فيها النسبة بين أي حدين متتاليين ثابتة، تسمى أساس المتتالية. يعني هو مثلا عندي، خلوني اقول كذا ار تساوي مثلا، حنقول ايه الحد اللاحق، او حنقول مثلا ايه الحد الثاني مثلا، ولا نقول ايه الاول لاحق والثاني سابق. طيب بلاش كذا، مثلا الحد الثاني وهنا ايه الحد الاول، يعني راح اقسم الحد اللي بعد اللاحق على السابق، اللي بعد على السابق، وهكذا احصل على ما يسمى بايه؟ بنسبه.
هذه النسبة نسميها أساس المتتالية الهندسية. طبعا احنا في حالة الحسابية كنا نرمز لها بالدي، خلينا احنا في الهندسية نرمز لها بالآر، لأن الدي هي الحرف الأول من ديفرنس الفرق، الآر هي الحرف الأول من الريشيو اللي هو النسبة. فمثلا لو عندي الحدين التاليين، أو مثلا أروح أخذ A2 على A1، هذا يعطيني دي آر، مكتوب في الكتاب دي، خلينا احنا نكتب آر. لا ايش تفرق لما اكتب دي مع الحساب دي؟ بعدين مثلا طبعا من هنا ال A2 هتبقى هي ال A1 مضروبة في R، يعني الحد اللاحق يساوي الحد السابق مضروب في R، الحد اللاحق يساوي السابق مضروب في ال R. طب مثلا اجي ال A3، A3 على A2 يساوي R، اذا ال A3 هتساوي R أو A2 في R، وهكذا على نفس هذا المنوال، نستمر على هذا المنوال، أو في الأخير الحد AN على الحد اللي قبله حيكون N ماينس واحد، الحد اللي قبله حيكون ترتيبه N ماينس واحد أو N ماينس واحد، يعني الحد الأخير ترتيبه 100، اللي قبله 99، وهذا يساوي R. إذا الـ AN هتساوي AN ماينس واحد، الحد اللي قبله مضروب في الـ A في الـ R. في الحقيقة هذه نسميها متوالية هندسية أو متتالية هندسية. طيب نأخذ مثال سريع عشان برضه وحنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. مثلا لو عندي الحدود التالية، هو 1 4 9 16 25 نقاط، هل هذه متوالية هندسية؟ هل المتتالية اللي أمامي متتالية، هل هي متتالية هندسية؟ هنقول نعم أم لا. فمثلا 4 على 1 هقسم 9 على 4، إذا خلاص أوقف لأنه في اختلاف، المفروض لما اقسم الحد اللاحق على السابق يجيب لي نفس الرقم، اذا حنقول ليست هندسيه مباشره، واروح ايه واروح موقف. مثلا مثال اخر، عندي المتتالية التالية 2 4 8 16، برضه السؤال هل هذه متتالية هندسية؟ ها ما رأيكم؟ شوفكم انتم معايا للأخير ثابتين معايا إلى آخر لحظة، هروح أقسم 4 على 2 وأقسم 8 على 4 وأقسم 16 على 8 وأقسم 32 على 16، هيعطيني 4 على 2 من 2، 8 على 4 من 2، 16 على 8 2، وهنا يعطيني 2، إذا بالفعل نعم متتالية هندسية، والنسبة لها AR يساوي كام؟ 2. طيب على كل نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المحاضرة القادمة حنأخذ أمثلة كثيرة على المتتالية الهندسية وأفتح